لا يوجد حافظ الآن ولا يوجد إمام في العلل وإمام في كذا من مثل هذه الألقاب التي يتحدث بها، إمام العلل، إمام كذا، في أئمة ماذا؟ في بعض الألفاظ. نعم، هناك أئمة جعلهم الله في كل عصر ومصر، لكن لا يفهم من ذلك أنك تأتي باللفظ الشرعي فتضع في غير محله. انتبه، قد ذكرت في لقاء مضى أنه يؤخذ بنصائح جملة من الأئمة والعلماء، صحيح؟ وذكرت الإمام صالح الفوزان والإمام الشيخ ربيع حفظهم الله، ليس هذا من ذاك. يأتي الآن شاب حدث فيقول فلان إمام في العلل، لا يوجد إمام في العلل الآن، لا يوجد إمام في العلل. يقول إمام في اللغة، لا يوجد إمام في اللغة ونحو ذلك. لكن هذا لا ينصب على ما ذكرت في سؤالي ذاك، فهؤلاء أئمة بحق وصدق في العلم والسنة.